أسعار بعض المنتجات الغذائية خاصة المشروبات المحلاة تشهد ارتفاعا في الأسواق الإسرائيلية بعد فرض ضريبة عليها للتشجيع على نشر أنماط غذائية صحية، أمر أثار حالة من السجال. هذه خطوة جيدة، أعتقد أن كل إنسان يستطيع أن يقرر لنفسه ما هو جيد لصحته وما هو ضار. هناك الكثير من المنتجات التي تسبب أضرارا صحية وسمنة زائدة ولم يتم فرض ضرائب إضافية عليها، هذا تساؤل، وأعتقد أن التجار يستغلون هذه الخطوة أيضا. اليهود المتدينون والعرب هم الأكثر استخداماً لهذه المنتجات في إسرائيل، وعليهم أن يتحركوا لمعارضة هذه الخطوة ولإيصال صوتهم للدولة. الهدف جيد، ولكن باعتقادي أن هذا ليس هو الحل الأمثل، ولن يقلل من استخدام هذه المنتجات. عليهم بالتوعية والتربية والتعليم والتوضيح للأطفال الأضرار التي تسببها هذه المنتجات. بعض الأدوات البلاستيكية تشهد أيضاً ارتفاعاً في الأسعار بعد فرض ضريبة عليها، يقول المسؤولون إنها قد تساهم في تقليل الاعتماد على المنتجات أحادية الاستخدام البلاستيكية الشائعة في إسرائيل، والغرض الحفاظ على الصحة والبيئة في آن واحد. قد تشجع الزيادة الكبيرة في ثمن هذه المنتجات المستهلك النهائي في إسرائيل على اختيار الشيء الصحيح وتقليل الاستهلاك للمنتجات التي تضر بالبيئة وتؤثر تأثيرا سلبيا على أزمة المناخ مع وجود بدائل بسيطة. ويقول المسؤولون أن الوقت حان لانضمام إسرائيل إلى دول اتخذت هذه الآلية سابقا للتصدي للآثار السلبية لبعض المنتجات والتي تسبب أضرارا لصحة الإنسان وكذلك للبيئة، وللتشجيع على استخدام بدائل صحية. تتباين آراء الإسرائيليين أزاء فرض ضرائب على المشروبات المحلاة وبعض المواد البلاستيكية بين الرافضين لهذه الخطوة وآخرين يطالبون بإدراج المزيد من المنتجات التي تشكل ضرراً على صحة الإنسان. محمد الصياد، الحرة، من مدينة القدس.